14 شهيدا إعلاميا فلسطينيا وواحد إيطالي استشهد منذ بداية العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، عوضا عن إصابة العشرات أثناء تغطيتهم اليومية لأحداث العدوان، إلى جانب الدمار الذي لحق بالكثير من المؤسسات والمنشآت الإعلامية نتيجة الاستهداف المباشر والمتعمد في انتهاك فاضح وصارخ لكل المعاهدات والمواثيق الدولية. وسائل إعلامية تواكب هذا العدوان بشكل مهني وشكل جيد، وفضحت المجازر الإسرائيلية بالعين المجردة. أنا أتوقع أن الإعلام الذي ضحى رجالاته في غزة والذي كان جزءا من المعركة العسكرية ومن العدوان أن يكون جزء من المعركة القانونية القادمة. السياسات الإعلامية وحرية التعبير خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كان عنوان الندوة التي نظمها مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، حيث تناول المشاركون التغطية الإعلامية الفلسطينية والعربية للعدوان ووقوع بعض الوسائل الإعلامية عن طريق الخطأ والقصد بفخ المصطلحات. بعض الفضائيات المؤسسات الإعلامية وقعت في أخطاء عن حسن نية، يعني ما كانت تدقق في المصطلح ودلالاته، وبعض الإعلاميين الآخرين ومؤسسات إعلامية أخرى يعني تتعمد استعمال مصطلحات معينة تصلح للقسمة على اثنين. في رأيي إنه الإعلام الفلسطيني هذه المرة وخلال العدوان على قطاع غزة كان تعامله مع المصطلح أدق من المراحل السابقة، لكن رغم ذلك كان هناك أخطاء، من ضمنها على سبيل المثال الحصر اختطاف جندي، اختطاف الجندي. معظم وسائل الإعلام حتى وسائل الإعلام المحسوبة على المقاومة استعملت اختطاف جندي. هل هذا الجندي اختطف وهو نائم في غرفة نومه؟ هو أسر في الميدان، أسر في معركة، أسر في قتال. ووفقا للكثير من المراقبين فإن الإعلامية الفلسطينية استطاع أن ينقل حقيقة المجازر الإسرائيلية المرتكبة على أرض الواقع وضحد الرواية الإسرائيلية، في حين تخندق الإعلام الإسرائيلي وراء الرقابة العسكرية التي فرضتها حكومة الاحتلال، فأصبح الإعلامي الإسرائيلي والجندي المعتدي في صف وهدف واحد على أرض غزة. نزار حبش، تلفزيون وطن.